انا واقف قدام خبر اخر الحقيقة هو عجبني، يعني انا شخصيا مش شايف انه هو غلط، او انا شايف انه هو غلط بس ايه مبسوط منه. الهجوم اللي بيحصل مع احمد او على احمد مكي، الهجوم القوي جدا على احمد مكي، لجان الاخوان خارجة بقى ايه مولعة في احمد مكي. ليه؟ احمد مكي شغال في الاختيار 2، الاختيار 2 هيتعرض في رمضان القادم، وده بيقدم لك قصة مختلفة، عمق مختلف. الاختيار والحقيقة المتحدة لما انتجته وسينرجي والمجموعة لما انتجوا الاختيار، يا جماعة الاختيار تحول الى بعد مختلف في الدراما، بعد ثالث او رابع او خامس، بعد اصبح حالة. هذه الحالة تقدر تعمل اختيار 1 و2 و3 لغاية اختيار 100 لو انت عايز، ليه؟ لانها كلها قصص مواجهات واختبار للمبادئ الإنسانية والشخصية والانتماء الوطني وحدوتة كده جميلة جدا الناس تترقبها. أحمد مكي فرحان إن هو بيشتغل في مسلسل الاختيار، وبالتالي نشر صورة لنفسه أو نشرت له صورة وهو بزي الشرطة وهو مش عارف مين، اتفتحت بقى، ظهرت لجان الإخوان. كويس، ادي الصوره اهو، احمد مكي وزي الشرطه والكلام ده كله. ومش عايز اقول لكم بقى، طبعا انا عايز اشكر الاخوان، انا لاول مره هشكر الاخوان. يا جماعه احنا بنشكركم جدا جدا لهذه الدعايه المجانيه. طبعا خارجين يقول لك ايه، هو مين ده؟ ده جزائري، ده مش عارف مين، ده الواد ده كذا، يا كلب الحكومه يا سيدي احنا موافقين. كويس، احمد مكي بالطلبيه يا ابني انك له، عشان انتوا بس ايه بتتنططوا على الراجل وقاعدين تتكلموا عنه، انما نحن نشكركم. والله انا بشكركم شكرا جزيلا. انا لو من المنتج بتاع هذا المسلسل اطلع يعني بشكر حاد للاخوه اللي عاملين عليكم بروباجندا وحملات، كويس، يعني للتشويه لكل اللي شغالين بقى في المسلسل. وهنبدا، ده احنا لسه بدري قوي، ده احنا قدامنا شهرين على ما نشوف هذا يعني هذا المسلسل نفسه. على الهاتف معي الناقد الفني طارق الشناوي. مساء الخير زميلي العزيز. اهلا بك، انا اضم صوتي لصوتك. مش كده، انا عايز اشكرهم. لا برافو عليك، انت فعلا جبت زي ما بقول لك هات من الاخر. انت كده يعني اللي حصل ده بيأكد على انها على المسلسل قوي جدا، الى درجه انه مجرد نشر صوره، ياما بتنشر صور لكل الافلام ولكل المسلسلات اللي في الدنيا والاغاني، انما صوره واحده تقلب الدنيا كده وتخليهم يشعروا بكل هذا الانزعاج وكل هذا الخوف وكل هذا الترقب، معناها انه لا، في حاجه قادمه قويه. طبعا في اكتر الحقيقه من عنصر، وخليني احيي جهه الانتاج اللي هي المتحده السيناريو وتامر مرسي وايضا المخرج بيتر ميمي على اختيارهم طبعا لاحمد مكي. ليه؟ خد بالك المسلسل اوريدي خلاص في نجم كبير اللي هو كريم عبد العزيز. جرى العرف انك انت معاك نجم كبير خلاص بتطمئن انه مسلسل تسويقيا تمام، وانه الجمهور في مصر والعالم العربي هيتفرج عليه لانه عندي نجم كبير. انما ان يبقى في تفكير ابعد من مجرد ان انت خلاص ضامن التسويق وبالتالي توفر بقى، يعني ده التفكير العادي. لا، لما فكره ان انت تجيب احمد مكي فنان الكوميدي الكبير اللي مستعد بقى له 4 سنين واللي مر بظروف صحيه صعبه جدا، ان هو يلعب دور ضابط ويغير 180 درجه جلده. واحمد الحقيقه من الفنانين اللي عندهم تمرد، يعني هو تكوينه مش تكوين الشخصيه الواحده، لا، الراجل لما عمل الكبير قوي 5 مرات 5 اجزاء قال لك ستوب خلاص، خدت حقها ونجحت. فده اختيار ذكي جدا لتركيبه احمد. وفي نفس الوقت انا عايز اقول انه في النهايه اتاكد على الى اي مدى الاختيار مسلسل ناجح، لان الجزء الاول فعلا على المستوى المصري والمستوى العربي حقق درجه كثافه مشاهده عاليه جدا جدا كانت غير متوقعه. فبالتالي بقى في ترقب للجزء الثاني اكتر، يعني البناء مظبوط انت، وبعدين هي مش هتقلك اجزاء، لان زي ما انت قلت من شويه الاختيار بيحتمل 100 جزء، لان انت عندك اكتر من الاف من القصص طبعا. لا بالظبط، شهداء او
موجودين في الملعب ولسه ولسه يعني حاطين ارواحهم على ايديهم ولسه موجودين ولسه بيواجهوا الارهاب. انت عندك فعلا مئات والاف من القصص سواء كان لابطال رجال القوات المسلحه او رجال الشرطه او حتى الشعب النفسينا، شعب يستحق كل تقدير وكل احترام. فكل ده بيجعلهم الجماعه اياهم دول اللي هم في حاله رعب، لان المسلسل السنه اللي فاتت فعلا لانه مبني بطريقه فيها الدوكيومنتري، فيها الجزء التوثيقي وفيها ايضا الجزء الواقعي. كويس، خلينا اوقفك هنا بقى. هل الجزء التوثيقي هو الجزء المرعب بالنسبه لجماعات الارهاب والاخوان عشان كده هم قلقانين؟ لان هو بيعرض ما حدث في سنوات كتير جدا من وجهة نظره، إنما لما يخرج عمل درامي ويقدم الحقائق ويقدم الأسماء ويقدم الأبطال هو الآن أمام واقع مختلف. هل ده اللي مخوفهم؟ طبعا، لأن السنة اللي فاتت التجربة كانت قائمة على إيه؟ إنك أنت وده في الدراما قليل، إن الجزء أنت بتشوف الوثيقة كما هي، لأن ده تاريخ قريب، تاريخ عمره سنوات قليلة كلنا شايفينه وماسكينه، فبيقدم لك الوثيقة التي لا تكذب لأنها بالصوت والصورة والشخصيات موجودة، وجنبك الخط الموازي له الخيال، الكتابة الدرامية، الدراما. فالدراما القائمة على الوثيقة هي أكبر سلاح بيجعل الطرف الآخر ما عرفش يتحرك. يعني أنت أهو يعني جايب الناحيتين، ما جاش حد يقول لك ده ما حصلش، لا حصل، أدي الوثيقة بتؤكد، وكلنا شهود عيان. يعني هو جمال الاختيار إيه؟ إن كلنا أنا وأنت والجيران والناس اللي مسافرين بره والعرب مش بس المصريين، الاحداث دي كلها شايفينها، فبالتالي كلنا شهود عيان على كل هذه الحقائق. ده اللي ازعجهم. وعايز اقول لك بخصوص انه احمد مكي مش مصري، احمد مكي مصري، والده جزائري فعلا، وده شيء عظيم. يعني عايز اقول ده شيء لا يقلل من مصريته، والدته مصريه وابوه جزائري، ايه المشكله؟ مصر يعني عايز اقول ايه المشكله دي؟ لا انا مش شايف فيها اي مشاكل خالص. انا الجزائري الاب والام، ايه المشكله برضه يا صديقي العزيز؟ انا مبسوط انه هي وجعاهم، يعني هم بالظبط كده، هم محروقين قوي. لا تعني شيء الا انه ممثل محبوب جدا، وبرافو ان احمد داخل في يعني بطريقه اخرى. يعني انا عايز اقول ايه، هو بيتجدد، احمد عنده مقومات التجدد، وانا رايي ده هيفرق معاه قوي السنه دي. يعني طبعا هذا الدور هيفرق مع احمد مكي، يبقى عوده بقوه للتلفزيون بعد غياب، بل عوده للفن، لانه فعلا بعيد عن الخريطه فتره كبيره. بحيث الاختيار صائب جدا من جهه الانتاج ومن الاخراج لاحمد مكي. الناقد الفني الزميل العزيز طارق الشناوي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.